السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في مقطع جديد. هاتف البوكوفون من شركة شاومي، الشركة غنية عن التعريف، الكل يعرفها، وإن لم تكن تعرف هاتف البوكوفون الجديد فقد فاتك الكثير. أهلا بكم من جديد. شركة شاومي مؤخرا قامت بإصدار أول هاتف لها تحت العلامة التجارية الجديدة بوكوفون باسم بوكوفون F1 أو باختصار بوكو F1. مواصفات الجهاز التقنية باختصار هي والكم سناب دراجون 845، اسم المعالج يكفي. بالنسبة لمساحة التخزين 3 نسخ 256 4628. بالنسبة للرام 8 و6 جيجا، 8 جيجا بايت من الرام مع مساحة تخزين 256 و6 جيجا رام مع مساحة تخزين 64 أو 128. أما الشاشة من نوع IPS LCD بدقة الفول HD بلس بحجم 6.1 بأبعاد 18.7:9 وكثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل إنش، محمية بطبقة من الكورنينج غوريلا جلاس، لكن ليس لدي معلومات عن إصدار هذه الحماية. بواجهة مستخدم MIUI 9.6، بكاميرا أساسية ثنائية الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل، تصور فيديو بدقة 4K 30 إطار في الثانية أو 240 إطار على دقة الفول HD 1080p، وكاميرا ثانوية للسيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل تدعم الـ HDR وتصور فيديو بدقة الفول HD 1080p 30 إطار في الثانية. بطارية بسعة 4000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع، وجسم الجهاز مصنع من البلاستيك متوسط الجودة. الهاتف أثار ضجة كبيرة حول العالم عند صدوره، فكل قنوات تقنية بكل اللغات تكلمت عنه، كل الصفحات كل المدونات تكلمت عن هذا الجهاز، ببساطة لأن الجهاز يقدم مواصفات تقنية تنتمي لفئة الفلاكشيبس أو الفئة العليا، في حين سعره لا يتجاوز 300 دولار. أنا سأمر مرور الكرام عن مواصفات الجهاز التقنية وسعره وكل شيء لأن الكل تكلم عنها، ولن أقدم شيء جديد إن تكلمت فقط عن مواصفات الجهاز التقنية. لكن موضوعنا اليوم هو هل سيكون هاتف البوكوفون متوفر في الجزائر عما قريب أم لا؟ حسناً، كما تعلمون شركة شاومي أصلاً غير موجودة هنا في الجزائر بشكل رسمي، ليس هناك أي وكلاء رسميين، موزعين رسميين، أو يعني ليس هناك أي وجود لشاومي في الجزائر، لذا من الصعب توفر الجهاز هنا في الجزائر، هذا كنقطة. ثانياً، فيما يخص أهم الأسواق التي سيتوفر فيها الجهاز وهي كل من الهند، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، بلجيكا، جنوب إفريقيا. أما الدول العربية ستكون السعودية، مصر، المغرب، قطر، الإمارات العربية، الكويت، عمان، البحرين، لبنان، العراق والأردن، وليس هناك الجزائر. لذا من الواضح أن شاومي لا تستهدف السوق الجزائرية حاليا، وسيكون من الصعب توفر الجهاز عندنا هنا في الجزائر في أي فترة قريبة. يبقى السؤال مطروح، هل جهاز بوكوفون F1 سيتوفر عندنا هنا في الجزائر؟ بالنسبة لرأيي الشخصي نعم، ولكن ليس في أي فترة قريبة، بل بعد فترة طويلة إن لم تكن طويلة جدا من توفر الجهاز في الأسواق التي سبق وذكرتها. في نهاية هذا الفيديو أشكركم على متابعة المقطع كاملا إن وصلتم لهذه النقطة، وأقدم لكم خالص اعتذاري لأني لم أقدم لكم أي معلومات مفيدة في هذا المقطع، فقط أجبت عن السؤال الذي يطرح كثيرا وهو هل هاتف بوكوفون F1 قادم للجزائر. أشكركم مرة أخرى على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك، لايك للفيديو، وألقاكم في فيديو آخر. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.